وهي نفس الروح التي كانت وراء قرارنا بتقديم ملف ترشيح المشترك مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهاية كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي نتطلع ونأمل على أن تكون تاريخية على جميع المستويات. إنه ترشيح غير مسبوق يجمع بين قارتين وحضارتين إفريقيا وأوروبا، ويوحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويحمل طموحات وتطلعات شعب المنطقة شعوب المنطقة للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.